هيكل الاتحاد النقابات الشعبيه قرار المكتب الوطني باش يعقد مؤتمر تاسيسي ويسبق هذا القطاع ديال النقل. قطاع النقل عنده واحد الاهميه كبيره في البلاد اللي كاع ما غادي لها البال النقابات الاخرى، وهما كيكونوا في الواجهه ديال السياح لا في المطارات بحال المتقبيله لا في الموانئ لا مع في الاقتصاد الوطني، هما اللي كيحركوا هادشي وضايعين بزاف لا من ناحيه القوانين ديالهم لا المسائل الاجتماعيه ديالهم. وحنا حنا وعدناهم على اننا غادي نوقفوا معاهم، والا اقتضى الحال والحكومه ما قضت لنا والو حنا غادي غنطلبوا التحكيم الملكي في هذه القضيه ديال قطاع النقل. زينب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الشعبيه، كنشكر مجله اصوات على التغطيه. و بون هذا الاتحاد بالتعاون مع قطاع النقل لتأسيس واحد نقابة مشتركة من أجل النهوض بحقوق مهني النقل وإعادة هيكلة هذا القطاع والحماية ديال المصالح ديال هاد الناس المهنيين والحفاظ على الحقوق ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم وطيل إبراهيم كاتب جهوي للنقل. اليوم الحمد لله اليوم تم انتخاب ديالنا ككاتب جهوي للنقل للاتحاد الوطني للنقل تحت المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبيه، وكنتمنوا نعطيو الاضافه في هذا القطاع ونكونوا خير. وكيف كيقول الانسان ما نخيبوش الظن ديال السائقين المهنيين في ربوع المملكه. وشكرا للجميع، وكنشكروا الاصوات على هذه التغطيه الحيه والمباشرة، وشكرا للجميع. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.